طيب بسم الله، شوفنا كده بقى السبنيتنج وقد ايه هيوفر معاك في الاي بي هات. عندك شبكات تفصيل اهي، بيسموها ايه زي ما عرفنا، بيسموها كلاسلس مش كلاس فول بقى. عرفنا يعني ايه نت وهوست وبرودكاست، شفنا بعض الاسئله. تعالى بقى اكلمك على حاجه اسمها اس ال اس ام، اف ال اس ام، في ال اس ام. بصوا كده، هنفترض عندك راوتر بالمنظر ده. الراوتر ده واصل بيه اربع شبكات، ادي شبكة وادي التانية وادي التالتة وادي الرابعة، ودي الاي بي هات اللي معاك. كام الاي بي هات اللي معاك؟ 193.1.1.0/24. خد بالك ده يعتبر رينج من الاي بي هات، ده اتحجز لك انت، تمام كده؟ الرينج ده انت عايز تستخدمه على الراوتر ده وعلى كام شبكه بقى حضرتك؟ على اربع شبكات. انت الرينج اللي محجوز لك ايه؟ على 24. يعني ايه؟ يعني انت معاك براحتك، ده ما حدش هيستخدمه غيرك. الاي بي هات من 193.1.1.0 لحد كام بقى؟ 193.1.1.200 كام؟ 55. عارف لو انت خدت الشبكه دي بالماسك ده استخدمتها زي ما هي، هي مش هينفع نستخدمها غير على ايه؟ على انترفيس واحد في الراوتر ده، صح كده؟ طب والغلابه التانيين دول؟ افرض انت هنا ما عندكش غير 50 هوست، يبقى انت كده استخدمت هنا 254 اي بي طاروا، ما خدتش منهم غير 50، وواحد كمان جيت واي والباقي هوست. عشان كده في سيناريو زي ده حضرتك لا محتاج تيجي على الشبكه دي تعمل فيها ايه؟ تقطعها. بص انت لو فرضا عندك هنا 50 هوست، وهنا 55 هوست، وهنا 40 هوست، وهنا مثلا 45 هوست، دي الهوستات اللي عندك. افكرك كان الماسك اللي هو على 26 على 26، يبقى البلوكيه بتاعته كام؟ انت مسموح لك تلعب في اخر كام خانه؟ 6، صح كده؟ يبقى البلوكيه بتاعته 2 أس 6 ب 64 64. لما تشيل الاولاني والاخراني واحد جيت ويصفصف على كام؟ على 61. انت مش ملاحظ لو انا استخدمت الماسك ده هيبقى حجم الشبكه بتاعته قريب جدا من حجم الشبكات اللي انا ايه؟ اللي انا محتاجها، صح كده؟ طب بص لو انا كنت استخدمت ماسك على 27، على 27 يديك بلوكايه 2 أس 5، صح كده؟ تطلع كام؟ تطلع 32. تصفصف على كام؟ تنفع معاه؟ ما تنفعش. طب لو كنت استخدمت ماسك على 25، على 25 يعني تلعب في اخر كام؟ اخر سبعة، يبقى 2 أس 7 ب 128، يصفصف معاك في الاخر على كام؟ على 125. شيل اولاني والاخراني واحد جيت واي، ده كده كبيره قوي، صح كده؟ يبقى اول ما اشوف خمسينات اربعينات مش عارف ايه، احس ان انسب ماسك فعلا استخدمه اللي هو على كام؟ على 26. انت لازم كده تبقى عارف كل ماسك يديك شبكه حجمها قد ايه وفيها عدد هوست كام بالظبط، عشان حضرتك تستخدم الماسك المناسب تفصيل بقى لحجم ايه؟ لحجم شبكتك. طيب يا سيدي خلاص احنا كده اتفقنا ان احنا سنه ماسك على 26. طيب حضرتك انا معايا الشبكه اللي محجوزه لي 193.1.1.0، بس الماسك على كام؟ ما تقلقش بقى هنعمل فيها ايه؟ هنقطعها لاربع علب، ومش ماسك على 26 يقطعها لك لاربع علب، صح كده ولا ايه؟ العلبه الاولانيه طبعا العلبه حجمها قد ايه؟ 64. هتطلع ايه بقى حضرتك؟ من 0 ل 63 علبه، ومن 64 ل 127 علبه، ومن 128 ل 191 علبه، ومن 192 ل 255 علبه. وكل علبه فيها كام هوست؟ فيها 61 ايه حضرتك؟ هوست. يكفوا ولا ما يكفوش؟ يكفوا. حضرتك جاي اعمل ايه بقى؟ بص هنا بقى الاي بي هات من كام؟ من 193
واحد واحد زيرو لحد 193 واحد واحد كام اخرنا 63. ادي يا عم اول قطعه هيتم حجزها هتكفي وهتزيد. اه صحيح في لوسز بس لوسز ايه قليله. انت هنا قلنا هيصفصفوا على 61 هوست 61 هوست هتستخدم منهم 50 يبقى في 11 اي بي لوسز احسن ما كنت تستخدم شبكه على 24 بحجمها الطبيعي ويبقى في كميه لوسز اكتر. طب تيجي بقى على الناس اللي هنا تديها ايه؟ الناس اللي هنا بقى تديها حضرتك من 193 واحد واحد مش هينفع بقى زيرو هيبقى كام؟ 4 وايه؟ 60 معاك لحد 127. ماسك على كام خلي بالك؟ على 26. وهنا ماسك على كام؟ على يعني لما تيجي تدي ماسك لكل الاجهزه اللي في المنطقه دي يبقى الماسك على كام؟ على 26. اللي هو يتكتب ازاي على 26 ده؟ 255 100 كام؟ 92. دي الطريقه اللي هيتكتب بيها الماسك. محتاجه تعود شويه لان انت مش متعود تكتب ماسكات بالمنظر ده. اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب تعالى بقى نكمل. دول هياخدوا كام؟ 193.1.1.128 معاك لحد كام؟ 191. ادي الشبكه الثالثه الرابعه والاخيره 193.1.1.192 لحد 200 كام؟ 55. ادي ربع شبكه. اي سؤال لحد دلوقتي؟ ها انا كده فعلا يعني استغليت الايباد بتاعي احسن استغلال. في بقى عندنا حاجه هنا مهمه. سؤال احنا كده الشبكه بتاعتنا اللي هي دي قطعناها لاربع قطع متساويه. والاربع قطع الماسك بتاع كل واحده كام؟ على 26 صح كده؟ على 26 على 26. اذا لما هاجي ادي الفتحه دي اي بي الفتحه دي هديها اي بي في رينج الشبكه دي صح كده؟ يعني يديها بقى معاك من ايه؟ من واحد لكام؟ ل 62 بماسك على كام؟ 16. وبرضه لما تيجي تدي الفتحه دي اي بي الله يكرمك تديها اي بي في رينج ايه؟ في رينج الشبكه دي بماسك على كام برضه؟ على 26. ونفس الكلام هنا اي بي في رينج الشبكه دي بماسك على 26 ونفس الكلام هنا بماسك على 26. كده سؤال احجام الاربع قطع وماسكات الاربع قطع مالها؟ على 26. انا كده شغال بديزاين بيسموه اس ال اس ام او بيسموه اف ال اس ام. يعني ايه بقى؟ اس دي اختصار ستاتيك ثابت او اف دي فيكسد. فيكسد ايه؟ فيكسد لينس لينس سبنت ماسك. الاثنين صح سواء اس او ايه؟ يعني يعني السبنت ماسك اللي استخدمته على الاربع فتحات هو هو ثابت. احجام الاربع قطع متساويين. تمام كده؟ اهو ده بيسموه اس ال اس ام اف ال اس ام. هتفهم اقصد ايه من الحته دي لما اشرح لك النوع الثاني بقى اللي هو ايه؟ حاجه اسمها في ال اس ام. باختصار ايه؟ فاريبل فاريبل لينس سبنت ماسك. بص بقى السيناريو التاني ده وركز معايا فيه. ماذا لو عندك راوتر وعنده ثلاث شبكات. شبكة مفترض على الأجهزة اللي هنا بص حضرتك 100 هوست وعنده شبكتين كمان الشبكه دي والشبكه دي على الاجهزه اللي هنا 50 هوست وهنا 55 هوست. انت ملاحظ ايه؟ ان حجم الشبكه اللي هنا اكبر من حجم اللي هي الشبكتين دول. سؤال ينفع استخدم مع الشبكه دي ماسك زي اللي كنا مستخدمينه شويه على 26؟ اه فواضح ان انا لو هستخدم مع الشبكه دي حاجه تناسب فعلا حجمها ويبقى ما فيش هدر في الابيات على قد ما اقدر. انا شايف كده ان ماسك على 25 هيبقى مناسب جدا.
مصري على 25 بيعمل ايه؟ بص يا سيدي، انت الشبكه بتاعتك 193 دوت 1 دوت 1 دوت 0 على 24، ده الحجم الطبيعي بتاعها. لو استخدمتها بمصري على 25 تتقسم كام قطعه؟ قطعتين. حجم القطعه الواحده 128، يبقى معاك من 0 ل 127 ادي قطعه، ومن 128 ل 255 ادي القطعه الثانيه. فانت يعني انا شايف ان مصر على 25 مناسب جدا للشبكه دي. اه بس بص، الشبكه دي انسب حاجه ليها مصر على كام؟ على 26، صح كده ولا ايه؟ ودي برضه عليها على 26. اه بس مصر على 26 هيعمل ايه؟ بيقطع لي الشبكه دي كام قطعه؟ اربع قطع، واحده من 0 ل 63، والثانيه من 64 ل 127، والثالثه من 128 ل 191، والرابعه من 192 ل 255. بص بقى، ده كده في مشكله. لو استخدمت الماسك اللي هو على 25، تقوم الشبكه بتاعتك بتقطع كام حته؟ حتتين. يا عم انا هستخدم الحته دي هنا، هتكفي ولا مش هتكفي؟ هتكفي، والبوصص قليله. طب والقطعه اللي تحت؟ القطعه اللي تحت لو استخدمتها زي ما هي بمصري على كام؟ على 25. لو استخدمتها هنا هتكفي وبالزياده، واصبح الحته دي مالهاش ايه دلوقتي؟ مالهاش ايبات، ما خلاص كده خلصت الشبكه بتاعتك. نصين، خدت نص هنا ونص هنا. تمام كده؟ طيب. ولو انا استخدمت الماسك ده، ممكن مثلا ادي الحته دي هنا والحته دي هنا. طب ما لا الحته دي تنفع هنا ولا الحته دي تنفع هنا؟ تنفع هنا. قال لك خلاص. ايه رايك لو انا خدت الايبيهات من 0 ل 127 بس الماسك على 25، وابدا ادي الاجهزه اللي هنا يا جماعه انتوا محفوظتكم من 0 ل 127 والماسك على كام؟ على 25. يكفي ولا ما يكفيش؟ يكفي. خد بالك انت كده لما تيجي تدي اي بي للفتحه ديت هتديها اي بي في الرينج ده، يعني مثلا 126 125 بمصك على كام هنا بقى؟ على 25، صح كده؟ يبقى كده بص، الاي بيهات من 0 ل 127 اتحجزت ولا ما اتحجزتش؟ اتحجزت. ينفع بقى استخدم القطعه دي بعد كده؟ والقطعة دي ينفع استخدمها؟ ما حضرتك القطعة دي والقطعة دي هما الاثنين انكلودد جوه القطعة دي. فإذا خلاص القطعة دي كده غير صالحة للاستخدام، ودي غير صالحة لأن أنت حجزتها كقطعة واحدة الاثنين مع بعض بس الماسك على كام؟ على 25. سؤال، هل أنا استخدمت القطعة اللي تحت؟ ما استخدمتهاش. يا إما استخدمها قطعة واحدة على بعضها الماسك على 25، يا إما استخدمها ككام قطعة؟ قطعتين، وكل واحدة الماسك على كام؟ على 26. اقوم جاي اعطي ايه بقى حضرتك؟ اقوم جاي اعطي هنا الاي بيهات من 128 ل 100 كام؟ 91. بمسك على كام؟ على 26. والقطعه اللي تحت ديت ب 192 لحد 255 بمسك على كام؟ على 26. يبقى انا بص عملت ايه؟ خدت القطعه دي والقطعه دي استخدمتهم هنا، والاثنين دول انا خدتهمش كقطعتين، خدتهم كقطعه واحده بس بمسك على كام؟ على 25. خد بالك انت كده لما تيجي تدي اي بي للفتحه ديت تديها اي بي في الرينج ده بس الماسك على كام بقى؟ على 26. ولما تيجي تدي اي بي للفتحه ديت تديها اي بي في الرينج ده بس الماسك على كام؟ على 26. سؤال، هل انت كده قطعت شبكتك الرئيسيه اللي هي بيقولوا عليها ايه؟ الميجور نتورك. الميجور نتورك، هل انت قطعتها لاحجام متساويه بمسكات متساوية؟ إذا أنت كده مش شغال اس ال اس ام ولا اف ال اس ام، أنت شغال في ال اس ام، فاريبل لينس سبنت ماسك. أنت جيت على شبكة معينة ميجور كلاس سي قطعتها لقطع بأحجام مختلفة، وحطيت حجم هنا على فتحة من فتحات الراوتر، وقطعتين بحجم مختلف على فتحتين تانيين من فتحات الإيه؟ الراوتر. أنت كده شغال في ال اس ام. عرفت بقى الفرق ما بين لو قطعت الشبكه باحجام متساويه ونفس الماسك على الثلاث اربع فتحات يبقى انت شغال اس ال اس ام. احجام غير متساويه في ال اس ام.
حاول بقى على قد ما تقدر في الواقع العملي تبعد عن ال VLSM ده، ان انت تعمل حاجة تصحيح وفرت في الاي بي هات، استحقاق قد ان انت تبعد عنه. ليه؟ بيعمل مشاكل خصوصا مع الريب. يعني عارف لو انا في لاب زي ده، ودي حاجات ادفانس تاخدها ان شاء الله في الان بي بالتفصيل، لو انا فعلا عندي لاب بالمنظر ده واستغليت فعلا الاي بي هات بتاعي احسن استغلال، او في بص اللوسز قليله جدا. عارف لو انت جيت تشغل على الراوتر ده ريب فيرجن 1 وعملت اعداداته كلها صح زي الفل، مش هيشتغل معاك. ريب فيرجن 1 لا يدعم ان هو يشتغل على راوتر متظبط بديزاين الايه؟ ال في ال اس ام. ليه؟ موضوع يطول شرحه في الان بي، نعرفه ان شاء الله. تمام كده؟ اعرف بس ان ايه؟ لكن ريب فيرجن 2 ينفع استخدم مع في ال اس ام. اي اي جي ار بي او اس بي اف ينفع. عشان كده من ضمن في قلت لك فروقات ما بين ريب فيرجن 1 وفيرجن 2 هنعرفها قدام. اهو حاجه منهم اهي. تلاقي بقى يقول لك ان ريب فيرجن 1 لا يدعم ال في ال اس ام، لكن ريب فيرجن 2 اللي بعده يدعم. ايه حضرتك؟ يدعم ال في ال اس ام. اي سؤال لحد دلوقتي؟ يبقى احنا كده عرفنا. يا رب. يعني ايه اس ال اس ام وفي ال اس ام؟ اف ال اس ام وفي ال اس ام. اوقف الفيديو ده على كده بدل ما يبوظ هو كمان، وناخد ايه فيديو تاني صغير.